معبر رفح معنا الآن أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أيمن طبعا أنا برحب بك، ما هي آخر تحديثات الأرقام فيما يتعلق بعدد الشاحنات الداخلة للقطاع ونحن اليوم في ثاني أيام عيد الفطر، وما الذي تحتويه هذه الشاحنات؟ العمل هنا داخل معبر رفح دؤوب لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على مدار اللحظة، ليس فقط العدد مرتبط بوقت معين ولكن العدد متغير على مدار اللحظة نظرا للتسهيلات الكبيرة التي تقدمها مصر لإيصال هذه المساعدات. نتحدث يعني عن آخر المستجدات التي وصلت إلينا، لو تحديدا يوم أمس وصلت بأن أعداد الشاحنات التي تمكنت من العبور إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبر رفح تخطت 314 شاحنة، هو عدد ضخم يكلل الجهد الكبير التي تبذله مصر بالضغوط الدولية لإيصال هذه المساعدات. نتحدث أيضا عن أن هذا اليوم تحديدا أيضا تخطت أعداد الشاحنات التي تدفقت سواء من معبر رفح البري أو منفذ العوجة من هذا الطريق تحديدا، هذا هو الطريق الحدودي الذي يؤدي إلى منطقة أو معبر كرم أبو سالم أو منطقة العوجة التي تخضع لعملية تخضع بها الشاحنات المصرية أو الشاحنات التي تعود إلى معبر رفح إلى عملية التدقيق والمتابعة، بعد ذلك تعود إلى يعني معبر رفح البري لتواصل طريقها إلى الأراضي الفلسطينية. وهذا طبعا هو منفذ رفح البري الذي لم يغلق ولن يغلق على مدار الفترة السابقة ولن يغلق في الفترة المقبلة حسب ما وصفه الرئيس المصري أو حسب ما أشار إليه الرئيس المصري. نتحدث عن بأن متوقع بأن أعداد الشاحنات التي تصل على مدار اليوم من المنفذين إلى قطاع غزة تخطى حاجز 400 شاحنة، وهو عدد كبير من هذه الشاحنات بالتأكيد، يعني هي في ظل الاحتياج الكبير من الأهالي هناك في غزة ومن الفلسطينيين لعديد من المساعدات الإنسانية في ظل الحصار الممتد ولم يتوقف على مدار الفترات السابقة، بالتأكيد هذا العدد لا يكفي، ولكن الجهود المصرية يعني تكرس أو تضغط على المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي في زيادة هذه الوتيرة. وهذه الوتيرة تحديدا ازدادت يعني بشكل كبير عن الفترات الماضية بعدما ضغطت مصر بشكل كبير على الجانب الإسرائيلي. هذا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أيمن، لكن ماذا عن وتيرة وتقديرات الأعداد للداخلين من العالقين والمصابين عبر المعبر حتى الآن؟ حالة من التأهب داخل معبر رفح لاستقبال أي من حالات الإصابة التي تتسلمها من الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعني يسلم هذه الحالات إلى هيئة الإسعاف المصرية المتمركزة بسياراتها داخل معبر رفح لاستلام أي من الحالات التي تستطيع أو يستطيع الهلال الأحمر أن يصل بها إلى الجانب المصري أو الأراضي المصرية، تقدم جميع يعني حالات أو الرعاية الأولية وبتسلم التشخيص المبدئي الذي يرفق مع الحالة، ومن بعد ذلك يتم تحويل الحالات إلى وجهتها. نتحدث طيب أن هذه هي يعني برضو يعني كانت طبعا بث مباشر بأن هذه هي بعض الشاحنات بعدما تمت إفراغ شاحنتها داخل يعني منفذ كرم أبو سالم تعود مرة أخرى يعني عائدة إلى اتجاهها داخل الأراضي المصرية لتواصل طريقها مرة أخرى. يعني العمل دؤوب سواء في إرسال المساعدات الإنسانية أو أيضا تسهيل إعادة هذه الشاحنات مرة أخرى بعدما تتم أو تفرغ شاحنتها داخل الأراضي الفلسطينية وتعود مرة أخرى. هذا المشهد اعتدنا عليه يوميا سواء من هذا الطريق الحدودي الذي تأتي منه هذه الشاحنات من خلال منفذ كرم أبو سالم أو من خلال أيضا يعني منفذ رفح البري. الجهد كبير، نتحدث أو نعود مرة أخرى إلى أعداد الإصابات عن هذا اليوم تحديدا، تمكنت يعني منفذ رفح البري من استلام 23 حالة من حالات الإصابة، تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة معهم من خلال التشخيص المرفق معهم، وتم تحويلهم إلى وجهتهم داخل يعني المستشفيات المصرية التي تستضيف ما يقرب من 4000 مصاب حتى الآن. هناك أولوية من الجانب
الآخر للمساعدات الإنسانية. ذلك يتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال الجانب المصري، أو من خلال بداية من استلام المساعدات من خلال معبر رفح البري، أو عفوا من خلال يعني مطار العريش، وبعد ذلك تحويلها إلى المخازن التي خصصتها مصر. وبالتالي هناك تنسيق لإرسال الأولوية من هذه المساعدات، وإن كانت الأولوية كما نعلم للغذاء والدواء. أنا بشكرك أيمن عماد مراسلنا من أمام معبر رفح، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.